مع بداية كل يوم يبادر عمر بالذهاب إلى مقعده الدراسي بالمعهد التقني الصناعي بشبوة، على أمل أن يتعلم حرفة تجعله قادرا على مواكبة سوق العمل ويحقق من خلالها طموحاته المستقبلية. عمر واحدا من عشرات الشباب الذين وجدوا في هذا المعهد فرصة لاكتساب الخبرات المهنية وفتح مشاريعهم الخاصة. كنا نبحث على معاهد سابقا ولم نجد، وتم افتتاح هذا المعهد من السلطة المحلية محمد صالح بن عديو، نشكرهم على ما قدموه لأجل كسب الحرفة والمهنة والنزول لسوق العمل لتنمية المجتمع ومساعدة أسرنا. تتعدد أقسام المعهد بين كهرباء السيارات الحديثة وصيانة الحاسوب والمساحة والطرق وغيرها من المعارف المختلفة التي يسعى المعهد لإكسابها للطلاب، ويخضعون للعديد من الحصص الدراسية المكثفة بين النظرية منها والعملية ليرفدوا سوق العمل بكادر مؤهل ومتقن لمهنته. ويعد هذا المعهد الوحيد في محافظة شبوة تم افتتاحه حديثا بدعم وتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، نظرا للحاجة الماسة إلى عمال متخصصين في كافة المجالات وتخفيف حدة البطالة بين أوساط الشباب وتفعيل طاقاتهم لمصلحة محافظتهم بدلا عن الغربة خارج الوطن. المعهد الصناعي يهدف إلى تخريج الكوادر المتمكنة في المهن المختلفة من خلال تدريبهم على الآليات وتدريبهم وتمكينهم من الحصول على كل المعارف والمهارات في المهن التي يستطيعون من خلالها النزول إلى السوق والدخول في إطار الاقتصاد في المحافظة. وهذا إعداد هذه الورش والأقسام لولا الدعم الذي قدم من السلطة المحلية لم تكن موجودة، لأن خطط الوزارة منذ 2014 وهي متوقفة في دعم المعاهد وإنشاء معاهد جديدة، لكن مبادرة كانت جبارة من السلطة المحلية بقيادة المحافظ محمد صالح بن عديو في أن يتبنى إنشاء أول معهد صناعي في هذه المحافظة، الذي كان له الدور الكبير في أنه يخرج من شباب المحافظة. في ظل انتشار البطالة وازدياد نسب الفقر بين أوساط المجتمع، يبرز المعهد التقني الصناعي على توفير فرص عمل لكثير من الشباب نظرا للمعارف التي يقدمها لطلابه واحتياج السوق لها، مما يجعل فرص إيجاد عمل أكثر ممكنة. عوض صالح، لبرنامج أسبوع البلد، شبوة.